ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهارده؟ النهارده جيت لكم بموقع جديد لسه فاتح النهارده. الموقع اسمه oiljenix.net. تمام، الموقع زي ما انتم شايفين يا شباب لسه اول يوم عمل فيه اهو، زيرو، لسه ما كملش يوم. هنا اجمالي المستخدمين اللي عليه 516، اجمالي الايداعات اللي حصلت عليه لحد دلوقتي 13,000 دولار، اجمالي السحوبات 2,400 دولار. تمام يا شباب، هنا تعالوا نبص على الخطط بسرعة يا شباب. هنا دي أول خطة الستارتر بلان، أو خطة المبتدئين أو البداية، وطبعا دي أغلبنا اللي هيشتغل عليها لأن هي بتبدأ من 1 دولار الحد الأدنى. هنا بيقول لك 200% شامل رأس المال. تمام، يعني مثلا حطيت دولار هيرجع لك 2 دولار بعد 24 ساعة. تمام يا شباب، وكل واحد، يا شباب أنا دايما بقول الكلام دوت في كل فيديوهاتي، كل واحد يستثمر ما يستطيع أن يتحمل خسارته. تمام يا شباب، انا زيكو بستثمر في المجال، انا مش صاحب موقع ولا لي علاقة بالمواقع، انا زيكو بغامر. ده مجال مخاطرة، اللي مش قد المخاطرة يا جماعة نصيحة مني ما يشتغلش المجال ده، نصيحة مني بجد. ما حد اللي مش قد المخاطرة وبيخاف من المخاطرة ما يشتغلش المجال ده. وانا يا شباب اهو ادي طريقة شغلي، انا قبل ما اخش اي موقع بحسب نسبة خسارتي قبل ما بحسب نسبة مكسبي، وبتقبل الخسارة زي ما بتقبل المكسب. تمام يا شباب، والموقع لو طلع صادق هيطلع صادق معانا جميعا، ولو طلع مش صادق هيبقى مش صادق معانا جميعا، وانا معاكو. تمام يا شباب، المهم يا شباب نكمل شرح. دي الخطة التانية، بيديك 300% في 24 ساعة، الحد الادنى 25 دولار طبعا شامل راس المال. وهنا اخر خطة اللي هي 400% في 24 ساعة، الحد الادنى 50 دولار. تمام يا شباب، هنا يا شباب، طب احنا عايزين نعمل نسجل لاول مره، هتضغط هنا، طبعا الرابط موجود عندك تحت في وصف الفيديو، هتضغط هنا على ريجستر. تمام يا شباب، انا بس عايز بسرعه عشان ما اطولش الفيديو عليكم، عشان اغلبكم يتفرج على الفيديو. هنا هتكتب الاول اسم ليك، او هنا الاسم بتاعك، ممكن ثنائي تقريبا، انت هتكتبه هنا ثنائي، هتكتب هنا الاسم المستخدم، هتكتب الايميل، وبعدين تعيد الايميل تاني، هتكتب الباسورد مره هنا ومره كمان. يا ريت تكتب الباسورد لو تلاقيته علق معاك، اكتب الباسورد ارقام اكتر من 6 ارقام هيظبط معاك. بعد كده هتكتب هنا السيكريت كويستشن، يعني السؤال السري بتاعك، اللي هو مثلا سؤال محدش يعرفه، محدش يعرف اجابته غيرك، يعني مثلا ايه الحيوان المفضل بالنسبه ليك، ما اسم صديقك في الطفوله، الحاجات دي بتكتب هنا سؤال وبتكتب هنا الاجابه. تمام، وبعد كده بتدوس اي اجري، وبعد كده بتعمل ساين اب. تمام يا شباب، هنا عشان انا سجلت، سوري يا شباب بس الريكوردر فصل. تمام، رجعت لكم تاني بعد ما عملت تسجيل دخول. تمام، انا عملت له ايداع اهو يا جماعه بواحد دولار. تمام، كتجربه نجرب ان شاء الله الموقع يظبط معانا ويبقى حلو. تمام، هنا يا شباب لو احنا عايزين بقى نعمل ايداع، هنعمل ايداع من ميك ديبوزيت هنا. تمام يا شباب، هنا يا شباب بيقول لي اختار الخطة، يعني بنعلم كده على الخطة اللي احنا عايزينها. تمام، فانا بتختار الخطة اللي انت عايزها، وبتختار طريقة، سوري يا شباب بس ايه عشان انا بتكلم الموبايل. تمام، بتختار الخطة اللي انت عايزها بان انت تدوس على العلامة ديت. تمام، وبتختار الطريقه اللي احنا بتدفع بيها، ويستحسن بيرفكت ماني، يعني العملات الرقميه بيتكوين ولايت كوين والحاجات دي ساعات بتاخر في انها تسمع في الايداع وكده. تمام، وبعد كده بتدوس سبند. تمام، وتكتب طبعا المبلغ هنا الاول، فمثلا هندوس سبند نشوف هيطلع لنا ايه. هيطلع اكيد رساله تاكيد اخيره. تمام، نكبر كده. تمام، رساله تاكيد اهي يا شباب. تمام، هنا بيقول لي هو تقريبا مش مشكله، يعني هو اختار الخطه ديت، انا بوريكم بس المثال، وكل واحد يختار الخطه اللي هو عايزها. تمام، هتدوس بروسس هنا، هيقوم مدخلك على صفحه البيرفكت ماني عاديه، العاديه اللي بنعمل من عليها اداء واحنا متعودين عليها يا شباب. تمام، تمام يا شباب، بنرجع تاني للصفحه الرئيسيه كده زي ما احنا شايفين. تمام، هتلاقي الايداع عندك هنا، وهتلاقي هنا الرصيد او الربح بينزل لك هنا، وهنا لو في سحوبات متعلقه او اي حاجه بتظهر هنا. تمام، او السحوبات بتاعتك بتظهر هنا. تمام، هنا لما نحب نسحب بنسحب هنا. تمام يا شباب، بس اول حاجه لازم بتروح هنا على اضايه بروفايل، باب الاضايه بروفايل اهي، هنقوم داخلين عليها.
تمام، هيقوم مطلع لك هنا ان انت تكتب العناوين بتاعتك، البيرفكت ماني او العملات الرقميه او الكلام ده اللي هتسحب عليها. تمام، يلا بينا يا شباب، وربنا يوفقنا فيه ان شاء الله. وكل واحد طبعا يستثمر ما يستطيع ان يتحمل خسارته، تمام. ولازم تحسب نسبه مخاطرتك قبل ونسبه خسارتك قبل ما تحسب نسبه مكسبك، وتتقبل الحالتين. تمام يا شباب، هو ده المبدأ. لو مش هتعرف تشتغل بالمبدأ ده صدقني انت مش هتنجح في المجال ده. فنصيحة مني، يا تظبط إدارة رأس مالك يا إما تترك هذا المجال. يلا يا شباب، ربنا يوفقنا إن شاء الله، وأشوفكم على خير في موقع جديد إن شاء الله.